أهلي واحد من الشباب في رمضان الماضي، يعني تذكرت هالقصة لأنها مرتبطة برمضان. الشاب هذا كان من الشباب اللي يتعاطون مخدرات، وكل أسرة تعاني من شخص داخل هذه الأسرة يعاني من المخدرات يصير في الأسرة سبحان الله ربكة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هالساعة المباركة ووقت هالإفطار بين أذان وإقامة أن يرد شبابنا وفتياتنا للحق وأن يبعد عنهم أصحاب السوء، ومن أراد منهم أن يتخلص من هذه الآفة أسأل الله أن يعينه وأن يسهل له. أنا أقول فرصة حقيقة أن الإنسان يتخذ قرار بطل في هالشهر المبارك بالبعد عن التدخين، بالبعد عن المخدرات، بالبعد عن المجموعة عن الصفات السيئة اللي عند الإنسان. فكان هذا الشاب يتعاطى نوع سيء جدا من أنواع المخدرات، فسبحان الله العظيم مر علي في تقريبا مثل هالأيام في العشر الأولى من رمضان، كان يشتكي أنه وصل مرحلة نفسية سيئة جدا، أوضاعه المادية سيئة، زوجته طلبت الفراق، أبنائه مشتتين في وضع سيء جدا جدا جدا. فسبحان الله العظيم يعني قلت في جمعيات متخصصة وفي جهات متخصصة في علاج المخدرات، لكن أنا أوصيك وصية مع عمل الأسباب أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فوجهت التوجيه أنه يروح مكة المكرمة يأخذ عمره ويسأل أن الله يعينه وأن الله يعني يشد أزره في تعافيه وكذا. راح المكة وانقطع عني فترة، ثم في العشر الأواخر من رمضان قابلته، إذا وجهه ما شاء الله منور، أموره طيبة ومرتاح نفسيا وسعيد. سبحان الله كان من الأسباب اللي أعانته على الدخول في التعافي وصدقه في التعافي أولا دعوات أمه. كان عنده أم عظيمة جدا، يقول والله تزعل وإذا جيتها زعلان، قالت والله أني زعلان عليك لكن الله يهديك. فأنا أقول للأمهات وللآباء إذا حتى لو كان ولدك يعني فاسد أو بنتك غير صالحة ارفع يديك لا تدعو عليه، أدعو له مهما كانت الأمور. الأمر الثاني الزوجة، والله العظيم لها دور عظيم جدا، كان عنده زوجة عظيمة حقيقة. يعني هذه الزوجة وقفت معه قالت إذا توقفت ومشيت صح أنا بأوقف معك بكل شيء وأي شيء تحتاجه أنا مستعدة. أبشركم مستقر في وظيفته الآن، رجع مع زوجته لبيتهم، التم كيان الأسرة، أمورهم طيبة جدا. تواصل معي في بداية رمضان قال أبشرك الآن وصلت ثاني يوم، قال وصلت للجزء الخامس. يعني هذا من النماذج المشرفة اللي ترتبط حول موضوعنا اليوم، أنه حتى لو كان في الأسرة شخص غير صالح، شخص عنده مشكلة، الأسرة كلها تهب لمساعدة هذا الشخص. الطرد مو بحل، لا مو بحل أبدا، طرد أبدا مو بحل. والله العظيم من أكبر أسباب اللي تزيد المشاكل الطرد والجفوة اللي تكون في البيت والمقاطعة اللي تكون في البيت، هذه من الأشياء اللي تزيد المشكلة وما تحلها. لكن نتعاون جميعا وندعو لبعضنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يألف القلوب وأن يصلح الأحوال يا رب العالمين. يا رب العالمين. أبو عاصم الله يرضى عليك، قال كلام جميل أخوي أبو عمر وأخوي أبو البتول عن تعامل الأب أو تعامل الأب مع أو تعامل الأم مع البنت أو مع الولد. الإمام السعدي له كلام جميل جدا، كلام جميل ونفيس جدا، يقول أرجو من الوالدين أن يعينوا أبنائهم على برهم. المستمع يقول كيف؟ يقول ما أتاك منه من خير ومن بر فاشكره عليه، وما رأيت منه من تقصير فلا تعاتبه كثيرا، على أنه واجب أنه ما يكون مقصر، لكن حتى ولو كان في تقصير لا تلتفت له، تغافل. حنا الآن مشكلتنا عندنا أخطاء الابن تكبر يضرب. الآن حنا كل أبونا، ويمكن بعض الأخوان يعاتبنا، يمكن مثلا في نفس البرنامج عندك برنامج عندك، حنا على جوالاتنا وخطأ بعض الأبناء وبعض البنات على جوالاتهم، تلقى الأم والأب يعاتبون يوميا، خلاص مو بلازم يوميا، تلقى الولد والبنت جالس في الغرفة عشان ما يعاتبه أبوه وأمه على الجوال، خلاص مو بكل يوم تعاتبونه، ما في سوالف. طيب فلا بد أن نصبر، لا بد أنك تتعامل معهم برقي حتى يتعاملون معك بإحسان. طبعا مو بواجب إذا تعاملت معهم سيء أنك لا بد أنك أنهم يتعاملون معك سيء، لا، البر مهم مكافأة. لكن أنا أقول تبي عيالك يبرونك أنت برهم، تبي عيالك يبرونك تعامل معهم كويس، امدحهم، مو بدائما تسبهم في المجالس، هذا اللي ما فيهم خير هذا، ولا انت يا فلانه والله ما انت مثل بنت فلانه بقارب. شوفي تسويها كذا وتسوي كذا، طيب وانت مثل ام فلانه اللي سوالفها زينه مع بنتها؟ لا، فلان يبي حنا من عيالنا شيء وحنا ما نسوي شيء، هذه هي المشكله.
فهذه هي اللمحة اللي ألمع عليها أبو عمر هو يا أبو البتول الله يبيض وجهه. الله يجزاه. طيب أبو راشد والله.